موقف النادي الاهلي مع كهربا والاحداث، وطبعا كلنا بنتمنى لاولادنا ان شاء الله يرجعوا بالسلامه، وانها ان شاء الله الازمه دي تعدي باذن الله. على خير زي دي ما حاجه تمنينا ثانيه. طبعا الفتوح ان ربنا سبحانه وتعالى يعديها له على خير، لانه في النهايه دول اولادنا. لكن بنتكلم على اسس عامه واطار عام. هل تكون القضيه دي، الموقفين دول، موقف النادي الاهلي اللي انت شرحته باسهاب وأسامة أكد عليه وأنك متمسك بثوابتك وقيم وأن التاريخ بيعيد طبعا نفسه وتعامله، وموقف المسؤولين في التعامل مع، أنا بتكلم هنا مسؤول الرياضة في التعامل مع القضية اللي كانت ممكن يعني يتم احتوائها بشكل جيد، لكنه للأسف انفجرت، أو يعني كرة التلج كبرت وتدحرجت. طبعا بص يا كابتن، احنا لو بنحسن حاجة في الرياضة المصرية في رأيي ما دون النادي الأهلي هو ان احنا بنحسن حاليا صناعه الازمه. فن صناعه الازمه، مش فن حل الازمه، ده فن صناعه الازمه. ازاي انت زي ما حضرتك قلت المشكله تكبر، كره الجليد تكبر، لحد ما توصل ان انت بتحاول تعالج حاجه كان ممكن علاجها اسهل. وانا عايز اقول هو يبدو ان هو اسبوع المفارقات لبعض الناس اللي كانت شايفه ان قرار النادي الاهلي وقرار مدير الكره. انت عندك مدير كره كابتن شوبير بيخرج عقوبه في واقعة محدش شافها للاعب داخل غرفة ملابس النادي الأهلي، وبيعلن النادي الأهلي فيها عقوب. في الجانب الآخر خلي بالك، لا فيها لفظ نابي ولا فيها تطاول ولا فيها مش عارف كلام الإيه ولا الإيه ولا الحاجة من دي، وفي كلمة قالت لا تليق أن توجه إلى مدير الكورة، ولكن هو كلمة قالت لا يعني كلمة قالت ممكن بتعدي، ممكن واحد يقولها لك وأنت تضحك. صحيح، هنا ما فيش ضحك، هنا لا في عقاب وعقاب شديد. انا بس عايز اقول طبعا ازاي نقدر نستفيد العداله الناجزه، طبعا القوانين الواضحه، طبعا تطبيق اللوائح سريعا حتى تستقيم الامور. انا هقول لحضرتك، ما هو ده يبدا داخليا. نعم، ده يبدا داخليا. وبدي مثال بالنادي الاهلي عمل ايه، ثم تلاقي مفارقه ان مسؤول في جهاز الكره في نادي اخر بيخضع قيد التحقيقات لتورطه في ازمه. ما هو ده هنا الناس، احنا ما ينفعش ان احنا بقى ندفن راسنا في الرمل. نعم، احنا لازم نقول كابتن بعد اذنك اقول لفارس حاجه. اقول لك حاجه يا فارس، عارف انت ازمه دونجا اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ نعم، كابتن مدير الكوره طلع بررها لدونجا. ده حقيقي. فلما تبررها لدونجا السنه اللي فاتت طبيعي تشترك معاه في حاجه السنه دي. فهي الفكره ان انا لما اجي اقارن، يبقى كابتن شوبير الموضوع ليه شقين. الشق الاول داخليا، داخليا انا اجي لازم ارسي قاعده وارسي مبدا، مش اتورط مع لاعبين في امر زي ده. تاني حاجه، الفكره بتاعت القرارات بتاعت اتحاد الكوره والقرارات بتاعت اللجان، هو ده اللي ودانا للمرحله دي. اللي ودانا ده نسق سلوك متكرر، وصل مسؤول او حد بيتحدث باسم نادي يا كابتن شوبير ان احنا نيجي في ازمه نقول ان احنا بنتعرض لضغوط. بتبرر بايه انت واسامه انه، وانا بكرر ما ذكرته في المقدمه، انه زي قصه الحكم الرابع طب اللي كتب تقرير وتم اخفائه، طب وانه المراقب، انا بقول كلام على مسؤوليتي يا جماعه بنسبه 1000 المليون الميه، وانه المراقب كتب تقرير وقالوا له، عارف اغنيه محمد رمضان اسمها انساي ولا اسمها ايه؟ انساي، مش كده بمعنى انسى مش كده؟ احنا كنا زمان بنقولها انسى، الظاهر اتغيرت دلوقتي يعني. تبرر بايه انه مسؤول كبير في اتحاد الكوره انسى، ومسؤول كبير في لجنه المسابقات يقول مش وقت. اقول لحضرتك انا خلي بالك انا داخل بقى على لجنه مسابقات جديده بقى، بس انا بتكلم على القدام مش الجداد يعني. طبعا ابرر ان اولا الكلام اللي حضرتك بتقوله بمعلومات بتسجيل موقف، ده كلام لازم الوسط الرياضي كله يقف عنده، لان حضرتك بتتكلم في امور لا تستقيم ابدا ان هي تحصل في الرياضه المصريه. الحاجه الثانيه ان ده نتاج سياسه المواءمات. لا يمكن ابدا في اي رياضه ان هي تستقيم بسياسه المواءمات. ان انا اجي اقول عندي وقعه اعتداء على حكم باينه في مباراه المصري، فنتيجتها في انسحاب، فنتيجتها ان عايزين نحتوي الامور، فما ينفعش نعاقب جوميز دلوقتي. نتيجتها ان احنا ما ينفعش نعاقب عبد الله السعيد دلوقتي. نتيجتها ان جمهور الزمالك، ويا كابتن احنا بنتحدث والله العظيم القصه منادي، القصه ان الرياضه المصريه ما فيش، ده ما بيحصلش في اي حته ثانيه، ان الجمهور بيقرر فكره السباب الجماعي للمباراه الثالثه في نفس المباراه اللي هي بتاعت المصري دي، وبعد مباراه بيراميدز والاسماعيلي الواقعه الثالثه. اللائحه بتقول ايه؟ لا اجتهاد في وجود نص. اللائحه بتقول ان ايقاف الجمهور مباراتين،
اذا بغرامه ماليه بتخرج ومفيش ايقاف. السلسله دي ممكن ازيد لك من الشهر بيت ان الغرامات دي ما بتتحصلش. ما انت هو ايه اللي بتحصل؟ ورسوم القيد والمديونات بتحصل يا كابتن شوبير؟ لا الغرامات ما بتحصلش ده بجد يعني. فالنمط ده النمط ده من فكره نظريه الاحتواء اللي هي مش مرتبطه بتحكيم بس، اللي هي مرتبطه بقيد لاعبين رغم وجود مديونيات، اللي هي مرتبطه بالمجاهره. كابتن شوبير حضرتك اشتغلت في اتحاد الكوره، في حاجه اسمها مسؤول عن اتحاد الكوره يطلع يقول اه اتفقت مع رئيس نادي ان احنا ما نعلنش خبر ايقاف قيد احد الانديه، ويبرر ده بان ليه الانديه الثانيه تعرف؟ ده اسمه فير بلاي، ده احنا كلنا بنتسابق في مسابقه واحده، من حق اللاعب يعرف النادي ايه. فيجي بعدها الفيفا في يناير اللي بعده بعد التصريحات دي على طول يحط نظام في مكاشفه قايم على سيستم بيعرف الانديه الموقوف قيدها ايه، ويعرف ده اسامه وهو بيقول ان هدفه من ده ايه؟ الشفافيه طبعا، وان الانديه وعناصر اللعبه والجمهور له الحق الاصيل في معرفه الانديه الموقوف قيدها. وانا عندي مسؤول في اتحاد الكوره وفي لجنه سابقه بيقول ان الانديه تعرف ليه؟ هو الجمهور ماله قيد موقوف ولا مش قيد موقوف؟ كابتن شوبير احنا بنشوف في الدول اللي عندها دوريات قويه بتنافسنا العقوبه بتخرج بالنص باللائحه بالواقعه بالسند. احنا لو مش هنروح للحته دي ولو مش هنبطل فكره احتواء، وانا بكررها، الانديه وان رئيس لجنه مسابقات يطلع يقول اه اجلت عشان كان عنده ماتش في الكونفدراليه بالخلاف للائحه، في حاجه اسمها بالخلاف للائحه؟ فانا اتمنى ان اللي جاي ما يكونش فيه ده، لان احنا دفعنا ضريبته إساءة سمعة الكرة القدم طيب. المصرية في ناس أكرمت ضيافتنا، وأنا بأكد ده تفضل. ولا يجوز الإساءة أبدا يا كابتن شوبير، ناس أكرمت ضيافتنا. لا لا ده الأستاذ حسام المندول اللي طلع قال، مش أنت اللي قلت ولا أسامة وتعاملت ده لسه طبعا. الراجل عامل مداخلة قد كده وقال هذا الكلام، وقال لك اللي بيكتب الكلام ده لا عارف ولا فاهم ولا معانا ولا شايف كرم الضيافة ولا شايف الاحترام، مش معاهم إزاي ولا شايف. اه والله وانا مش عارف مش معاهم إزاي يعني. أنا بقول لك اللاعب اتباع خلاص. لا والله قال لك لا.